حاجه في الاسلوب اللي تبعه السيد رئيس الجمهوريه البيجي قائد السبسي في الدفاع عن الدبلوماسيه التونسيه وفي رفع رايه تونس في خلال زياره امريكا. ثم اسلوب تغير، الدفاع على مصالح تونس ما عادش فقط موضوع تقوم به مؤسسه واحده، مش فقط الرئاسه لانه كان ثم الرئاسه والحكومه متعاونين مع بعضهم في الزياره هذه، وزيد على ذلك أن المره هذه كان ثم وفد برلماني اللي هو يشكل مسكر من 4 ممثلين للكتله الكبيره اللي هي ورا الحكومه، والرساله اللي كانت موجوده أن اسلوب الدفاع على مصالح تونس الدبلوماسيه الحديث بشكل في الاسلوب الحديث هو عمل لازم يشتركوا فيه كل السلطات الموجوده سواء كانت تنفيذيه وتشريعيه وحتى المجتمع المدني والقطاع الخاص، لانه هذا هو شيء جديد، هو الاسلوب الجديد المعتمد على المستوى الدولي، يعني ما عادش الدوله واحده فقط الحكومه سلطه تنفيذيه، ولكن معناها عناصر المجتمع كلهم يتكلموا في نفس التوجه مهما كانت اختلافاتهم واختلافات توجهاتهم، وهذيك هي الدبلوماسيه الحديثه في الدول الديمقراطيه. النقطه الثانيه في علاقه وفي ابعاد علاقتنا مع امريكا. هذه الزياره فتحت افق استراتيجي جديد مختلف تماما، هذا لازم نعرفوه وناكدوا عليه. ووقت نقولوا افق جديد على كل المستويات سواء كان الاستراتيجي الامني والدفاعي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الثقافي. وهذا راهو استرجاع احد ثوابت الدبلوماسيه التونسيه. لانه معناها في وقت سابق تعرفوا سياسه الحبيب بورقيبه الله يرحمه قامت في الاساس في جانب منها على اعتبار علاقات مع امريكا استراتيجيه، وكان هذا شيء اساسي في الوضع الاقليمي اللي كان موجود وفي علاقه بما تبقى من مخلفات استعمار فرنسا. توا في العصر الحديث هذا في المده هذه علاقات مع امريكا هي جزء استراتيجي واساس واختيار استراتيجي لمجابهه ايضا المخاطر الموجوده على المستوى الاقليمي وغيره. ارتفعت الى ابعد مستوى، ونحن ناكد بالله انه الاتفاقيه للصفه نتاع حليف رئيسي خارج الناتو، مشكله كل مره احنا نقولوا حليف رئيسي خارج الناتو يسالونا الجماعه يقولوا لنا شنو هي حلفكم مع الناتو؟ احنا نقولوا راهو حلف رئيسي حليف رئيسي خارج الناتو. اول حاجه هذه علاقه بيلاتيرال يعني مباشره ما بين امريكا وبين تونس وماهيش جماعيه، وهل الاستاتيو هذا يعطي جوانب تقنيه بالاساس تاع تدريب وغيره، واكيد من بعدك ثم اسئله زملائي معناها الوزارات الخارجيه معناها في الدبلوماسيه يعرفوا اعطيكم التفاصيل حول هذا الموضوع. المساله الثالثه في الابعاد الاقليميه اللي يمكن تكون بعد الزياره هذه. احنا الثوابت نتاعنا صحيح فيها علاقه مع امريكا، لكن سياستنا عندها ثوابت اخرين زاد. بمعنى انه زياره بلد والوصول معاه الى وضع استراتيجي راهو مش يغير من ثوابتنا في حوايج اخرين. هي كل لحظه بعضها من ثوابت تونس بلاد ماشي في المحاور، ماشي مع حد ضد حد. هذاك علاش نحب ناكد انه هالزياره هذه هي تاكيد الثوابت الاخرى نتاع سياستنا الخارجيه، من بينها علاقتنا طبعا المتميز جدا في مستوى الجوار مع شقيقتنا الجزائر اللي هي علاقه استراتيجيه وعلاقه اساسيه بالنسبه لتونس، وهي ايضا تاكيد لمواقف تونس على مستوى الشرق، لانه احنا تعرفوا انه في الشرق معناها ثم زاد برشا تفاعلات، واحنا سياستنا بالنسبه للتفاعلات هذه هي الوقوف مع الصف العربي في الموضوع هذا باعتبار انتمائنا لجماعه الدول العربيه، لذلك فاحنا ديما قراب معناها لكل القضايا العربيه وملتزمين بها، وهذا شيء مهم جدا. هذاك علاش ما ثماش اي ابعاد سياسيه لتمتين العلاقه هذه اللي مش خيرنا مش غيره اي شيء من الوقف بتاعنا، كما هكاك سمعنا بعض التلميحات من بعض الناس ولا غيره. هذا شيء مهم نحب نقولوا فيه، تعرفوا توا قاعده في الصف العربي ثم برشا مشاكل، وتونس معناها قريبه للصف العربي، وضحوا الرئيس خلال زيارته للقمه العربيه، واي تهديد لامن دول الخليج هو تهديد لامن تونس. تونس مخرطه تماما في هذا الموضوع، والرئيس قالوا بقوه اكثر من مره. القضيه الاخيره الرابعه تتعلق بنتائج هذه الزياره واضحه في اطار الوعود الانتخابيه اللي قدم السيد رئيس الجمهوريه خلال حملته الانتخابيه، باعتبار ان هي تاكيد وانجاز ملموس لهذه الوعود، لانه هو من الاشياء اللي وعد بها. اول حاجه انه تكون رايتها مرفوعه بين الامم، مش فكره كلمه ثلاث السنوات الاخيره شفتوا كيفاش كانت الامور، واعتقد انه زياره فرنسا ولا الزياره نتاع امريكا اكدت رجوع تونس القوي جدا معناها بمكانتها العاليه بين الامم. كل الامور البروتوكوليه اللي احنا الناس ما تحكيش عليها لكن هي مهمه، سواء كان المقال المشترك اللي كتبوا الرئيسين مع بعضهم اللي هو شيء مهم جدا ياكد معناها قيمه تونس من خلال رئيسها، ولا طبعا حتى حفاوه اللقاء ولا البرنامج نفسه اللي كان برنامج دسم جدا. يعني احنا نجم نقولوا للتونسي ما تذكروا كالشعار رفعناه في الحمله الانتخابيه، انت عارف راسك يا تونسي وارفع راسك يا تونسي. انه راهو مش كرامتنا بين الامم مش تعود، انا اعتقد ان هذا قاعد يسير. الوعد الثاني الانتخابي
اللي كان عنده علاقة برفع قدرات الجيش التونسي والأمن التونسي في مواجهة الإرهاب. أعتقد أن الاتفاقيات اللي حصلت والصفة هذه نتاع حليف رئيسي خارج الناتو خارج الأطلسي، هذا معناها كلها إنجاز لهذه الوعود وتنفيذ لهذه الوعود، لأنه مش تؤدي لرفع قدرات الجيش التونسي. إذن بشكل عام احنا ما نحبوش نردوها وكأنها شيء لم يحصل قبله شيء ولن يحصل بعده شيء. الزيارة هذه ما هي إلا عمل إنجاز في مسار، ومازال مش زيد إنجاز أخرين إن شاء الله، لكن بشكل عام هذه الزيارة تجي في إطار هذه. تونس تتقدم بثبات في اتجاه استرجاع موقف مهم على المستوى الدولي. تونس محافظة على ثوابتها في السياسة الخارجية. تونس محافظة تعتبر أن قضية الجوار وحدودها الجغرافية مع شقائها هي أهم شيء، باعتبار الجوار شيء مهم جدا. تونس معناها في إطار السياسة العربية هي نفس السياسة، ولكن في نفس الوقت تونس تعرف كيفاش تحفظ مصالحها.